محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري. الحقيقة لجنة الخمسين أثير هذا النقاش داخل اللجنة بشكل مفصل، وانتصرت الغالبية داخل لجنة الخمسين لحق النساء في تولي المناصب القضائية في المادة 11. كمان الدستور في المواد المتعلقة بالتمييز جرم التمييز واعتبروا جريمة يجب أن يكون في مفوضية ويجب أن يكون هناك قانون يعاقب عليها. ولذلك كل من يتبنى وجهة نظر ضد يعني تولي المرأة المناصب القضائية يجب أن يخضع لعقاب قانوني، لأنه هو يخالف نص الدستور اللي يعطي للمرأة هذا الحق، يخالف نصوص القانون، يخالف نص الدستور المتعلق بعدم التمييز. النقطة الثانية أنه مصر متأخرة جدا في هذا المجال، لأن بلدان عربية كثيرة سبقتنا، أذكر منها المغرب وتونس والأردن ولبنان، اللي وصل نسبة تمثيل النساء فيهم لنسب كبرى جدا مقارنة تمثيل النساء في المناصب القضائية في كقاضيات منصة، وصل إلى نسب متقدمة جدا بالنسبة لمصر اللي النسبة فيها ضئيلة جدا، لم تتجاوز حتى الآن 0.5%. ولا يزال مجلس الدولة المصري يرفض تعيين قاضيات مصريات في معايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية زي اتفاقية السيداو وغيرها، كلها تجد يعني تجعل من المرأة والرجل يعني إنسان متساوي في الحقوق والواجبات. وبالتالي كل المعارك في التاريخ بين المستقبل وبين الماضي معارك تنتصر للمستقبل، ولذلك أنا متأكد أنه سينتصر المستقبل، وأنا متأكد أنه هذا الجيل الجيل الحالي سيشهد المساواة بين المرأة والرجل على أساس الكفاءة في التعيين في الجهات والهيئات القضائية.